في مرة كنت معجب بفنانة معينة ومن بعد ما انت صرت مشهور صرتوا اصدقاء. ايه مين؟ نوال الزغبي. كنت معجب فيها قبل ما تصير مشهور؟ نوال يمكن اول ما بلشت حب كانت هي اغنيتها هي وائل كفوري من حبيبي انا، فنوال ايه يعني كنت تبعها باستديو الفن، كنت حبها وبعدين صرنا اصحاب من بعد ما صرت انا كده. باي واشوفك عالصيف الجاي، هشوف هتعمل لي ازاي، ساعتها بقى اقرر والاسعى دي واعيش في هنا. كده باي نوال الزغبي. شو كتبت وسام؟ سوري زلفة. شو مين زلفة؟ انا بعرف. اثر عليك الكوكتيل؟ مين معي؟ زلفة. مين معي؟ بصل. خلاص خلاص سالم، برافو زلفة. برافو سالم.